السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة شباب هنبدأ نتكلم على يعني جزء خاص بالـ solutions، نستكمله بعد ما درسنا الـ ideal solutions، وبعد ما درسنا الـ لو انت عندك يعني mixture من في solutions وبيحصل vaporization، عرفنا ازاي نتكلم على vapor pressure في solution بتاع solution دوت وجاي منين، والعلاقة ما بين المول fraction بتاعت الكومبوننتس الموجودة في solution مع vapor pressure اللي موجود جوه solutions. يعني الليكشر النهارده يعني ان بارتيكولر بتتكلم على الفراكشن ديستليشن، والحقيقه الديستليشن عموما عباره عن سيبريشن او بيوريفيكيشن تكنيك بيستخدم عشان يفصل يعني كومبوننتس موجوده جوه ميكشر بيزد على الفيبر بريشر بتاعها وعلى الديفرنت فيبر بريشر اللي موجوده جوه السوليوشن اللي موجود عندي دوت. النهاردة بنتكلم على نوع معين من الديستليشن دوت اللي هو الفراكشن الديستليشن، والحقيقة دوت يعني متواجد في عملية الاويل ريفاينريز، عملية فصل المكونات الرئيسية للخام البترول اللي بيطلع بيفصله الى يعني يوسفل كومبوننتس زي الديزل زي الكيروسين زي البترول نفسه زي البيوتان والبروبان، كل دوت بيتفصل بيزد على ايه، على the relative يعني مولر ماسس اللي موجودة جوه يعني الـ different components بتاعت الكرود اويل دوت، وبيزد على الـ vapor pressure بتاعت كل واحد اللي ممكن تختلف مع المولر ماس بتاعته. فببساطة جدا جدا الكولن اللي موجود عندي بتاع السيبريشن اللي هو الفراكشن ديستليشن دوت زي ما احنا شايفين كده بيبقى فيه عندي الديستليت فلاسك ديت اللي موجوده تحت عندنا ديت الديستليت فلاسك اللي موجوده وموجود فيها الميكشر من السوليوشنز وبتعمل هيتنج. يبقى الخطوات بتاعتنا يبقى في عندك الديستليت فلاسك الديستلينج فلاسك ديت اللي فيها السوليوشن اللي انت عايز تعمله سيبريشن، وبتعمل هيتنج للفلاسك ديت. فطبعا وانت بتعمل هيتنج الفابورايزيشن بيزيد معايا. طبعا انت حتى لو ما عملتش فابورايزيشن احنا اتفقنا قبل كده ان بيبقى في فابورايزيشن، لكن الفيبر بريشر بيزيد معايا مع الايه، مع التمبريشر، لغايه لما الفيبر بريشر بتاع السوليوشن دوت يوصل الى الاكسترنال فيبر بريشر. في الحاله ديت يبدا يحصل ايه، يحصل بويلينج. كويس، لكن عايز افهم انا في البدايه ان ايفن حتى لو انت ات روم تمبريتشر بيبقى في فابورايزيشن، ولو انت عامل ميكشر من فولاتايل كومبوننتس، ها يعني فولاتايل كومبوننت زي مثلا ميه مع ايثانول، عامل لهم ميكشر مثلا، الميه ليها فيبر بريشر والايثانول هو كمان ليه فيبر بريشر، ذا تو ماتيريالز ار فولاتايل. كويس، الميكسينج بتاع الميه مع الووتر مثلا بيزد بقى على نوع الكومبوننتس اللي موجوده عندي، يا ترى هيبقى فيه يعني هيكون ايديال سوليوشن ولا نون ايديال سوليوشن، ولو هو نون ايديال سوليوشن هل يا ترى هيبقى ليه نيجاتيف ديفيشن ولا هيبقى ليه بوزيتيف ديفيشن زي ما اتكلمنا في الكوليجاتيف بروبرتيز والليكشر اللي هي الايه السابقه. طيب انت بتسخن هنا ويبدا ان ايه، كل ما بتسخن الفيبر بريشر بيزيد معايا. طيب الكومبوزيشن اللي كان موجود في السوليوشن دوت ده بيبقى ليه كومبوزيشن معين، لو عندك ميه وايثانول مثلا، فالميه بيبقى ليها مول فراكشن والايثانول بيبقى ليه مول فراكشن. طيب وانت بتسخن الكومبوزيشن بتاع الجاز بقى اللي موجود او الفيبر اللي موجود هنا، هل يا ترى ليه نفس الكومبوزيشن بتاع الميكشر اللي هو موجود في السوليوشن دوت ولا لا؟ هنتعرف على الكلام دوت واحنا شغالين في الليكشر ديت ان شاء الله، وهنشوف
امتى يكون يعني هو ليه نفس الكومبوزيشن وامتى يكون ليه ديفرنت كومبوزيشن. الفكره اللي مبنيه عندي هنا لا بتاعه الفراكشن ديستيليشن اللي هو الايديال سوليوشن الطبيعي ان الكومبوزيشن بتاع الفيبر اللي موجود هنا بيختلف عن الكومبوزيشن بتاع الايه بتاع الليكويد سوليوشن. والفكره بتاعه الديستيليشن مبنيه على كده، المور فولاتايل كومبوننت اللي موجود في سوليوشن التركيز بتاعه فوق في الفيبر جاز هيبقى اعلى من تركيزه فين في الليكويد سوليوشن، والعكس صحيح اللي هو يبقى الليس فولاتايل هيبقى الكومبوزيشن بتاعه في الجاز اقل منه من الكومبوزيشن بتاعه فين في السوليوشن. يبقى وانت بتسخن كده ايه اللي بيحصل؟ بيحصل انريتشمنت في المور فولاتايل كومبوننتس هنا عندي في الجاز فيز، يعني تركيزه بيبدا يزيد عندي هنا، وتبدا ان انت بيمر على كولا من عندي بخطوات كده بالشكل ده، وبعد كده يحصل له كوندنسيشن، ودي خطوه رئيسيه تانية ان انت تبدا تعمل تكثيف للفيبر اللي موجود عندي هنا. والكوندنسر ده عباره عن ايه؟ عباره عن يعني سلندر جلاس سلندر كده بالشكل ده، ليه يعني تو اوبننجز، واحده من تحت اللي هي بيدخل منها الميه والتانية من فوق اللي بيطلع منها الميه. يعني ومهم جدا الترتيب ده ان الميه بتدخل من تحت وتطلع منين؟ تطلع من فوق، على اساس ان انت يبقى في عندك تدرج في الكولينج بالشكل اللي موجود قدامي ده. هنا بيبقى هوت وبهنا بيبقى ايه؟ بيبقى كول cool. فبالتالي يسحب الكوندنسيشن، يسحب الايه الفيبر اللي موجود عندي هنا بيعمل كوندنسيشن فينزل عندي في الفلاسك اللي بسميها الديستليت اللي عندي. طيب ايه الفرق بين الديستليت اللي موجود هنا وما بين السوليوشن اللي موجود هنا؟ السوليوشن اللي هو الديستليت اللي موجود عندي دوت بيبقى كونسنتريتد مور في المور فولاتايل كومبوننتس اللي هنا. يعني لو انا بصص مثلا سي مثلا انا بادي عندي 0.5 A و 0.5 B، ده الاكس المور فراكشن بتاعت الاي والمور فراكشن بتاعت البي، كويس، والبي مور فولاتايل. انا افترض ان البي هو اللي مور فولاتايل هنا، الطبيعي ان انت تيجي تلاقي هنا ايه؟ تلاقي ان تركيز البي اعلى من تركيز الاي. يعني ممكن تلاقي مثلا سي مثلا 0.3 ده المول فراكشن بتاعت الاي، وتلاقي 0.7 المول فراكشن بتاعت الاي بتاعت البي. طيب لو انت خدت السوليوشن دوت اللي هو بقى 0.7 مول فراكشن للبي دوت وبدات ان انت تسخنه تاني، هيبقى ليه نيو بويلنج بوينت وليه نيو فيبر بريشر، يبدا تعيد الكره دي تاني. كنت بادئ ب 0.7 في البي وتعمل الديستليشن دي تاني تلاقي مثلا 0.8 في البي، تاخد ال 0.8 بي دوت وتعيد الكره بي دي تاني، كويس، توصل ب 0.9 وبعد كده تعيد تاني القصه ديت كمان لغايه ما يوصل ايه؟ ان المول فراكشن بتاع البي اصبح بيساوي 1. يعني ايه بقى اصبح بيساوي 1؟ بيساوي 1 معناها ان حصل كومبليت سيبريشن، يعني ما بقاش فيه الاي دوت مش موجود تماما، كل اللي موجود عندي اصبح ايه؟ اصبح بي، اصبح بي. يبقى فكره الفراكشن ديستليشن ديت اللي هي ان انت بتفصل الكومبوننتس اللي موجوده عندك ديت بيزد على الفيبر بريشر بتاعها، ان في يعني ديفرنس في الفيبر بريشر بتاع التو كومبوننتس اللي موجودين عندي، فتقدر ان انت تعمل انريتشمنت في الجاز فيس اللي موجود عندي هنا في المور فولاتايل كومبوننت، وتبدا ان انت باستخدام الكوندنسيشن ان انت تجمعه تاني از ليكويد، وبنسميه الديستليت هنا. ولو عدت البروسيس ديت اكتر من مره هتلاقي ان ايه؟ ان انت وصلت لمرحله ان انت فصلت تماما البي كومبوننت دوت عن الايه؟ عن الميكشر اللي كان موجود عندي. ودي فكره الفراكشنال ديستليشن اللي بتستخدم عاده في ايه؟ صناعه الاويل ريفايننج اللي هو فصل المكونات بتاع المنتجات البتروليه وهكذا. طيب لو انت عندك ميكشر بقى وعايز تعمل فراكشن ديستليشن للميه مع الووتر، خلي بالك الاثنين دولت ايه؟ هما الاثنين فولاتايل، كويس. فلو انت جيت بصيت كده هتلاقي ان الايثانول دوت بيحصل له بويلنج، البيور ايثانول عند 78.4 ديجري سيلسيوس، لكن الميه بيحصل لها بويلنج عند الايه؟ عند ال 100 ديجري سيلسيوس. طبعا الكلام ده عند ال 1 اتموسفير. لاحظ ان في يعني ايه؟ في فرق في الاثنين. مين اللي يبقى مور فولاتايل يا شباب؟ طبعا الايثانول بيبقى مور فولاتايل، اللي هو بيبقى ليه اللور بويلنج بوينت دوت بيبقى مور فولاتايل. طيب تتوقع لو انت عملت ميكسنج ليه الاثنين دولت مع بعض اللي هو الايثانول باي كومبوزيشن، ها
المفروض ان انت كنت تتوقع ان هو ايه، ان البويلنج بوينت بتاعتهم تبقى حاجه ايه ميد واي ما بين الايه 78.4 ما بين ال 100 دوت الكلام. لو هو ايه، لو الكلام دوت ايه ايديال سوليوشن، يعني باي كومبوزيشن المفروض لو كان ده ايديال سوليوشن كنت تتوقع ان هو ايه، ان البويلنج بوينت بتاعت اي ميكشر منهم باي كومبوزيشن هتبقى ما بين ال 78.4 وما بين الايه، ما بين ال 100، الاثنين ميد واي ما بينهم. كويس. طبعا الكلام ده مش بيحصل ليه الميكشر قدام اللي هو الووتر والايثانول دوت، لان هو مش نون ايديال سوليوشن الحقيقه، وان في بوندنج هتتكون قويه جدا ما بين الايثانول وما بين الايه وما بين الووتر دوت، فهتسبب الكلام ده ان هيحصل نيجاتيف ديفيشن عندي في الايه، في البيهيفير بتاع الفيبر بريشر. طيب بيقول لي باي هيتنج ذا ميكشر ذا موست فولاتايل كومبوننت، فين الموست فولاتايل كومبوننت اللي هو الايثانول، ها ويل كونسنتريت، ويل كونسنتريت يعني ايه، في الفيبر فيس، هو يقصد هنا في الفيبر فيس. كويس. هتتركز اكتر في الفيبر فيس، زي ما قلت ان هي لو هي كانت البي كومبوننت في المثال اللي فات دوت، لو انت بادئ مثلا 0.5 مول فراكشن ليها في السوليوشن، في الفيبر فيس هتبقى موجوده مثلا ايه 0.6 0.7 مثلا، ها وهتتجمع وهتتكثف وهتبقى ليها نفس الكومبوزيشن اللي هو 0.6 او 0.7 دوت في الايه، في الديستليت اللي هيطلع عندي في الايه في الاخر. فبيقول لي ويل كونسنتريت، بيقول لي ريممبر هنا ان الفابورايزيشن از ديفرنت فروم بويلنج، وبيفكرك ان يعني ايه مش لازم الفابورايزيشن يحصل عند البويلنج، ده ممكن الفابورايزيشن يحصل عند ايه، عند الروم تمبريتشر حتى. كويس. لكن طبعا الايه الريت اوف فابورايزيشن، ها او الاكسنت اوف فابورايزيشن بتزيد مع الايه، مع زياده التمبريتشر. كويس. بيقول لي بقى هيحصل ايه، will concentrate to a greater degree in the vapor leaving the liquid. كويس. بيقول لي يعني الكلام دوت مش يعني مش قاعدة عامة لكل الليكويدز، الكلام ده ممكن يحصل لو انت عندك ideal solutions. كويس. لكن ممكن non ideal solutions، في solutions اللي هي given composition ممكن ان انت تيجي تعملها vaporization، الكومبوزيشن في الليكويد فيس يتساوى مع الكومبوزيشن في الايه، في الفيبر فيس، في ده للنون ايديال ايه، النون ايديال سوليوشنز عند جيفن كومبوزيشن ليها، عند الكومبوزيشن دوت بسمي الميكشر اللي موجود عندي دوت ايه، بسميه ازيوتروبس او ازيوتروبيك ميكشرز. كويس. الازيوتروبيك ميكشرز دي ميكشرز لو انت سخنتها وعملت بويلنج مثلا، ها الفيبر بريشر بيبقى ليه نفس او الفيبر اللي موجود بيبقى ليه نفس الكومبوزيشن بتاعه بتاع الايه، بتاع الليكويد اللي موجود عندي ده. فبيقول لي الميكشرز ديت وارد جدا ان هي يحصل لها بويلنج بقى ايه، عند لور تمبريتشر ذان ايذر كومبوننت، او ممكن يحصل لها بويلنج عند هاير تمبريتشر ذان ايذر كومبوننت، سواء لور او سواء هاير تمبريتشر. كويس. الكلام ده هيبقى بيز، انت بتتكلم على نيجاتيف ديفيشن ولا على بوزيتيف ديفيشن. كويس. طبعا الووتر والايثانول ده مثال عندي ليه النيجاتيف ديفيشن. النيجاتيف ديفيشن ممكن ان يحصل ان البويلنج بوينت ديت تبقى اقل من التو بويلنج بوينتس اللي موجودين للتو ليكويدز اللي عند الايثانول والايه والووتر ده. فبيقول لي مثلا ده الايزوتروبيك ميكشر بتاع الايثانول والميه، بيقول لي a mixture of 96% ethanol with 4% water boils at 78.2. لاحظ ان الديجري ديت اللي هي بالسليزيوس ديت دي اقل من ايه، اقل من البويلنج بوينت بتاعت البيور ethanol، اقل منها. فبالتالي انا خرجت كده عن الايه، عن الايديال بيهيفيرال سوليوشنز دي، بدات اتكلم على النون ايديال ايه، النون ايديال سوليوشن. طبعا تفصيل الكلام ده هيبان شويه بالكيرفز وكده، يعني مور ديسكريبشنز هتبقى ويل بي جيفن يعني في النكست فيو سلايدز ان شاء الله. بيقول لي فور ذيس ريزون ethanol cannot be completely purified by direct fractional distillation of ethanol water mixtures. يعني ايه الكلام ده، سؤال كمان محل سؤال جدا في الجيف ريزونز. بيقول لي ليه لو انت عندك ميكشر من الايثانول والميه ما تقدرش تفصلهم كومبليتلي، تمام، تاخد الايثانول كده في ناحيه والميه ايه باستخدام الفراكشنال ديستليشن بالشكل ده، ليه؟ لان وانس ان انت توصل للكومبوزيشن دوت اللي هو 96% ايثانول و4% ووتر، كويس،
سواء انت كنت بادئ بيعني higher composition او بlower compositions, once ان انت اثناء الفراكشن distillation definitely هتوصل للcomposition دوت اللي هو 96% ethanol و4% water. once ان انت وصلت للكلام دوت وتيجي تعمل vaporization تلاقي ان او تعمل boiling عندك, فهتلاقي ان الكومبوزيشن بتاع الفيبر فيس يتساوى مع الكومبوزيشن بتاع الايه بتاع الليكويد دوت. طيب هتيجي تاخد الكومبوزيشن اللي في الفيبر دوت وتعمله كوندنسيشن, هيطلع بنفس الكومبوزيشن اللي كان موجود, تاخده تعيده تاني يطلع بنفس الكومبوزيشن, ها, وتعمل كوندنسيشن يطلع نفس الكومبوزيشن, فانت هتدور في دايره كلها بتتكلم على نفس الكومبوزيشن ده, ومش هتقدر تتحرك اكتر من الخطوه ديت اللي هي 96% و4% 96% ايثانول و4% ووتر. فبالتالي لن تستطيع ان انت تفصل الايثانول دوت كومبليتلي من الميكشر اللي موجود اللي بيبقى عباره عن ايه ايثانول ووتر ميكشر. هتشوف الكلام ده زي ما قلت يعني الدايجرامز دلوقتي. لو انا بصيت للفيبر كومبوزيشن دايجرام مثلا, ايديالي الشكل بيبقى عامل اللي قدامي دوت كده. لو انت عندك تو كومبوننتس A B مثلا, ها هنا 100% B وهنا 100% A, فبالتالي هنا دي الفيبر بريشر بتاع البيور B وهنا الفيبر بريشر بتاع بيور A. زي ما احنا اتكلمنا في رولز لو, ايديالي المفروض ان البي توتال هتساوي ايه, هتساوي السميشن بتاعه البارشال بريشرز اللي موجودين عندي, الاثنين اللي موجودين عندي, كويس. و يعني ده فيري سمبل ريبريزنتيشن للايه الايديال سوليوشن. لاحظ طبعا الفيبر بريشر بتاع البي اعلى من الفيبر بريشر بتاع الايه, ده يخليني اعرف ان ايه ان البويلنج بوينت بتاعت البي هتبقى اقل من البويلنج بوينت بتاعت الايه. يعني لو حبيت اترجم الدايجرام دوت وبدل ما ارسم الفيبر بريشر مع المول فراكشن ارسم البويلنج بوينت مع المول فراكشن او التمبريتشر مع المول فراكشن, وهشوف عليها الايه الفيبر بريشر اللي موجود, وهشوف عليها البويلنج بوينت اللي موجوده قدامي. فاتحرك كده بالشكل دوت وارسم البويلنج بوينت كومبوزيشن دايجرام, هيطلع البويلنج بوينت دايجرام اول تو بوينتس فيها هيبقوا بالشكل اللي قدامي ده. الفيبر بريشر كان بتاع البيور بي كان اعلى من الايه, هنا العكس البويلنج بوينت بتاعت البيور بي هتبقى اقل من البويلنج بوينت بتاع البيور ايه. طب لو انا عايز اوصل الكيرف اللي بينهم دوت كده, يعني اكمل بقيه البوينتس ديفرنت مول فراكشنز بقى من السوليوشنز ما بينهم هما الاثنين, ايديالي برضو هتلاقي ان الشكل طالع بالشكل اللي قدامي دوت كده, هتلاقي ان البويلنج بوينت بتتحرك بالشكل اللي قدامي دوت كده ما بين الاثنين, كويس. يعني ميد واي ما بين الهاير فاليو هاير بويلنج والايه واللور بويلنج بوينت اللي موجوده عندي, كويس. لذلك هو بيقول لي ايه تو ميك ذس دايجرام يوسفول, عايز يكمل بقى على الكلام دوت. هو انا بس عايز اشرح ان اقول ان الدايجرام دوت ريبريزنتنج ايه, او الكومبوزيشن اللي هنا دوت ريبريزنتنج ايه, ريبريزنتنج الكومبوزيشن بتاع الليكويد بتاعت تو كومبوننتس في الليكويد فيس. يعني انت عندك سوليوشن الكومبوزيشن بتاعه بيبقى يعني واخد القرايه ديت اللي هي المول فراكشن بتاعت الاي بتتحرك من الزيرو الى واحد والبي بيتحرك من الواحد الى الزيرو. فهنا عندي المول فراكشن بتاع ايه بتاع الكومبوننتس ديت موجوده في الليكويد فيس. طيب بيقول لي عشان يبقى يوسفل الريبريزنتيشن ديت محتاج ان انت ترسم الكومبوزيشن كمان على نفس الدايجرام دوت بس بتاع الكومبوننتس ديت في الجاز فيس. في الجاز فيس يعني بعد ما تعمل انت فابورايزيشن تعمل بويلنج فبيطلع الفيبر بتركيز معين في الجاز فيس. فعايز اعرف يا ترى لو انا بادئ مثلا بسوليوشن ال هنا مثلا سي مثلا في المنطقه ديت في الليكويد فيس, يا ترى في الجاز فيس يبقى تركيزه عامل ازاي, ها يبقى يا ترى موجود هنا ولا موجود هنا ولا موجود فين, كويس. عايزين نشوف الكلام دوت عمليا يبقى عامل ازاي. فبيشرح الكلام ده بيقول لي for a mixture of two volatile components A and B where B is more volatile يعني having higher vapor pressure weaker intermolecular forces and lower boiling point, ها بيقول لي liquid B will vaporize more easily at a particular temperature. يعني عند اي given temperature هتلاقي ان B يعني عملية vaporization بتاعه اسهل بكتير جدا وتركيزه في الجاز فيس هيبقى ايه هيبقى اعلى.
طيب بيقول لي if you boil this mixture, لو انت حاولت تعمل boiling للميكشر ده, you would expect that liquid B escapes to form a vapor more easily than liquid A. يبقى زي ما اتفقنا كده, لو انت بتعمل سي مثلا رفعت درجة الحرارة وصلت للبويلنج او ما وصلتش للبويلنج, definitely الكومبوزيشن بتاع البي دوت في الجاز فيس هيبقى اعلى من الكومبوزيشن بتاع الايه بتاع الليكويد ايه. طيب بيقول if a fractional distillation for this mixture with XA and XB, دي المول فراكشنز بتاعتهم, is done. انت خدت بقى A و B وعملت له ايه, عملت له fractional distillation وكنت بادئ ب XA و XB, definitely ال vapor هيبقى rich in B, يعني هيبقى الكومبوزيشن بتاع ال B في الجاز فيس هيبقى اعلى من ال XB, وبتاع ال A في الجاز فيس هيبقى اقل من ال A, هيبقى هيبقى في الجاز فيس هيبقى اقل من ال XA. كويس, او تقدر تقول ان الريميننج في الليكويد will be rich in A. ها يعني الليكويد كنت بادئ باكس اي, بعد كده الليكويد هيبقى التركيز بتاع الاي فيه اعلى من اللي انت كنت بادئ بيه, اعلى من اللي انت كنت بادئ بيه في الاي. كويس, طب بالنسبه للجاز فيس, لا الاكس الكومبوزيشن بتاع الاي في الجاز فيس هيبقى لور عن اللي انت كنت بادئ بيه, لور عن الاكس اي. كويس, طيب بيقول لك بقى لو انت عملت كوندنسيشن للفيبر دوت وعملت له اناليسيس هتتاكد من الكلام اللي احنا بنقوله دوت, وديت هتبقى بوينت على الدايجرام اللي احنا لسه كنا ايه بنشرح فيه بالشكل اللي قدامي. يعني ده نفس الدايجرام اللي احنا كنا عاملين البويلنج بوينت اهو اجينست المول فراكشن. كويس, لو انت بادئ بكومبوزيشن هنا عندي, كويس, ده طبعا الاكس اكسس اللي موجود عندي, كنت بادئ بالمول فراكشن هنا 0 a وهنا 1 a, ولاحظ ان انا بتكلم ان ايه البي مور فولاتايل. ليه هو ليه البي مور فولاتايل؟ لان ليه لور بويلنج ايه لور بويلنج بوينت. هنا البي 1 المول فراكشن بتاعه بيساوي 1, يعني هنا عندك بيور بي على النقطه ديت, فديت البويلنج بوينت اللي هي اقل, يعني البي مور فولاتايل عندي. كويس, طيب لو انت بادئ بكومبوزيشن بالشكل ده اللي قدامي وصلت لغايه النقطه ديت, ها, وبتعمل انت ايه ديت البويلنج بوينت مثلا بتاعت الميكشر ده, لاحظ ان البويلنج هنا ايه بتقل معايا كل ما ايه البيرسنت بتاعت البي بتزيد معايا, كل ما انت كنت بادئ بالايه دي البويلنج بوينت, كل ما البي بيزيد معايا البويلنج هي كمان بيحصل لها ايه بيقل معايا, بتقل معايا. كويس, طيب انت بدات التركيز بتاع السوليوشن عند النقطه ديت كده وعملت ايه الفراكشن ديستيليشن دوت, قلت ان انت بعد ما تحصل على الديستيليت اللي عندي اللي طالع ده اللي هو يمثل بالنسبه لي تركيز الفيبر فيس, تركيز الفيبر فيس, ها, لاحظ ان الديستيليت ده هو ليه نفس الكومبوزيشن بتاع الفيبر, لان الفيبر هيحصل له كوندنسيشن هينزل بنفس الايه بنفس التركيزات ديت. قلنا ان في الفيبر فيس او في الديستيليت دوت السوليوشن ده هيبقى ريتش ان بي. ريتش ان بي يعني اتحرك ازاي, ناحيه الشمال ولا ناحيه اليمين؟ لا ناحيه الشمال, قلنا ان كل ما امشي ناحيه الشمال بيبقى تركيز البي بيزيد عندي. كويس, فبالتالي لو انت عند نفس درجه الحراره ديت اللي هي نفس البويلنج ديت وكنت بادئ بالتركيز دوت, ها, هتحصل على ان التركيز بتاع الفيبر فيس هيبقى في النقطه اللي موجوده عندي ديت. كويس, عند نفس درجه الايه, عند نفس درجه الغليان اللي انت شغال عندها. لاحظ ان انا ايه ماشي هنا ايه ستريت لاين هورايزونتال بالشكل اللي قدامي دوت كده افقي. كويس, على اساس ان انا احافظ على نفس درجه الغليان اللي موجوده عندي اللي انت بدات عندها, انت بدات الكومبوزيشن دوت بيغلي عند درجه الحراره ديت وبيطلع فيبر فيس عند الكومبوزيشن اللي قدامي دوت كده اللي هو الاذر كومبوزيشن اللي هنا اللي هو ريتش ان بي في الجاز فيس, فبالتالي دي نقطه وصلت عندها. طيب لو انت خدت الديستيليت دوت وبدات ان انت تسخنه تاني وتعمل له بويلنج, هيغلي فين النبادي؟ هيغلي عند التمبريتشر ديت, شوف نيو تمبريتشر, ها, هيغلي عند التمبريتشر ديت. كويس, وهيبدا ان هو ايه ان هو يطلع يحصل له ايه فابورايزيشن هو كمان, وهيعمل نيو كومبوزيشن, هيعمل نيو ايه كومبوزيشن في الفيبر فيس. النيو كومبوزيشن دوت هيبقى فين؟ سي مثلا هيبقى هنا مثلا. كويس, لو انت رجعت تاني ان انت تعمل له ايه
تاخده وتعمله غليان تاني هيبدأ ان هو يغلي عند النقطة ديت، وهكذا هتفضل تمشي كده بالشكل ده لغاية ما توصل للنقطة اللي موجودة عندي ديت، اللي هي هتبقى درجة الغليان بتاعت البيور بي. يبقى انت كده فصلت الكومبوننت بي عن الميكشر دوت تماما، فصلت الكومبوننت. ودي الفكرة بتاعت الفراكشنال ايه، الفراكشنال ديستليشن. وهنشوف الكلام دوت ان شاء الله في المثال القادم دوت. يعني هنا بيقول لك ده الكومبوزيشن بتاع الليكويد اللي موجود عندي، ها والليكويد ستارتس بويلنج هنا، ودوت هنا ايه الجيفنج اوف فيبر ويز ذس كومبوزيشن، ها والكومبوزيشن بتاع الفيبر اوفر بويلنج ليكويد اللي هو هيبقى موجود بالشكل اللي قدامي اللي هنا دوت. كويس. طيب بيقول لي لو انت بقى حبيت توصل النقاط دي كلها ببعضها اللي انا كنت بتكلم عليها، انت كنت بادئ هنا بتركيز هنا مثلا، ها وصلت ان بقى عندي التركيز دوت، لو نزلت كده هيجي يجيب لي التركيز دوت، ها كويس. يبقى انت حصلت على مجموعه من النقاط هنا تمثل بالنسبه لي الفيبر كومبوزيشن. الفيبر كومبوزيشن زي ما الخط الازرق اللي موجود عندي دوت ده بتاع الليكويد كومبوزيشن، الخط اللي هو البيربل اللي موجود عندي دوت يمثل الفيبر كومبوزيشن. كويس. لاحظ ان الفيبر كومبوزيشن اهو شايف موجود عندي في الميكشرز دوت بيبقى اعلى من الايه، اعلى من الكومبوزيشن بتاع الليكويد ايه، الليكويد كومبوزيشن، وبيتحرك معايا بالشكل دوت. اقصد اعلى في المور فولاتايل، في المور فولاتايل ايه كومبوننت اللي موجود عندي. طيب وده اللاين اللي انا اللي احنا كنا رسمينه في السلايد اللي فاتت. لو انت بادئ بالكومبوزيشن دوت هتنتهي هيطلع الفيبر بالكومبوزيشن اللي موجود عندي دوت. طيب لو انت عدت الموضوع دوت اكتر من مره هيطلع لك نقاط كتيره. يعني لو بدات بكومبوزيشن كده هيطلع لك كده، لو بدات بدوت هيطلع لك المقابل ليه، لو بدات باللي بعده دوت هيطلع المقابل ليه، وبتجمع النقاط دي كلها وترسم الايه، وترسم اللاين اللي موجود عندي دوت. هو ده اللاين على الفيس دايجرام او على البويلنج بوينت كومبوزيشن دايجرام اللي يمثل الفيبر كومبوزيشن. بالمناسبه اللاينز دي كلها بسميها تاي لاينز، بسميها ايه تاي لاينز. كويس. بالمناسبة التاي لاينز ديت بتبقى يعني بارالل للايه، للاكس اكسس اللي موجود عندي هنا بالشكل اللي قدامي دوت كده. طيب بيقول if you boil a liquid mixture you can find out the temperature it boils at and the composition of the vapor over the boiling liquid. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده ان انت يعني لو عندك ميكشر تقدر ان انت تحط ثرمومتر جوه الميكشر دوت وترفع درجة الحرارة، فبتلاقي درجة الحرارة بتزيد عندك تدريجيا لغاية ما هتلاقي ان درجة الحرارة ديت ايه بتثبت عند البويلنج بوينت، لغاية لما كل الليكويد دوت يتحول الى ايه، الى فيبر. كويس. فتقدر تعين البويلنج بوينت وتقدر تعمل كوندنسيشن للفيبر اللي موجود وتقدر تعرف الكومبوزيشن بتاعه شكله عامل ازاي. بيقول لي طيب النكست دايجرام دوت بيقول لي if you boil a liquid mixture C1 للكومبوزيشن C1 ده it will boil at a temperature T1 and the vapor over the top of the boiling liquid will have the composition C2 دوت. يعني شبيه جدا بالمثال اللي احنا ايه اللي احنا لسه. لو انت عندك الميكشر عند الكومبوزيشن C1 دوت هيبدأ ان هو يغلي عند درجة حرارة T1 اللي قدامي ديت. لو حبيت تطلع الكومبوزيشن بتاع الفيبر فيس above the يعني boiling solution دوت هيبقى C2 اللي هو الكومبوزيشن C2 دوت. طيب again بقول لو انت خدت الديستليت اللي طالع اللي هو التركيز بتاعه C2 دوت اللي هو بيبقى ايه higher in P higher ratio او higher fraction من البي موجودة فيه، وحاولت ان انت تعمل له boiling again، تتوقع يا ترى البويلنج بوينت هتبقى فين؟ يا ترى عند T1 ولا في مكان اخر؟ لا هتطلع تاني على نفس اللاين دوت كده لغاية ما تقاطع البويلنج كيرف اللي هو بتاع الميكشر دوت. فهتلاحظ ان السوليوشن يحصل له بويلنج عند T2 اللي هي هتبقى موجودة
بالشكل اللي قدامي هنا ده، يعني عند النقطة ديت كده هيحصل له ايه؟ هيحصل له بويلنج. طب لو حصل له بويلنج الكومبوزيشن بتاع السوليوشن دوت هيبقى شكله عامل اللي في الفيبر فيس، اللي في الفيبر هيبقى شكله عامل ازاي؟ تمشي بالتاي لاينز كده بالعرض كده لغايه ما تقطع هنا ايه الكومبوزيشن، يبقى هنا الكومبوزيشن بتاع الفيبر فيس. طيب لو نزلت تاني تعمل كوندنسيشن، هنعمل الكوندنسيشن هيطلع الكومبوزيشن عندي بالشكل اللي موجود ايه اللي موجود قدامي هنا، ها اللي هو بالشكل اللي قدامي. لو حبيت تعمل له بويلنج تاني ها هيبدا ان هو ايه يحصل له بويلنج هنا عند انذر تمبريتشر تي 3، وهيبدا يبقى له ايه هيبقى له كومبوزيشن تاني في الفيبر فيس، وهكذا زي ما احنا شايفين كده. طيب لو انت يعني هو هيشرح الكلام دوت ايه يعني ان ديتيل، بيقول لي لا اف يو كولكت وكوندنس الفيبر فيس وتعمل له ري بويلنج وهكذا كويس، هيبقى في عندك سوليوشن تاني بكومبوزيشن تاني اللي هو سي 2 دوت ليه نيو بويلنج بوينت كويس، والتمبريتشر التانيه دي هتبقى تي 2، والفيبر فيس بتاعها هيبقى ليه كومبوزيشن سي 3 وهكذا، وتبدا تمشي بالكلام ده. ودي الفكره بتاعت الايه الفراكشنال ديستليشن كويس، لغايه ما تحصل على ايه على الكومبوننت بي بيور ان ذا بيور فورم كويس، وكده تبقى انت عملت له ايه فصلت البي عن السوليوشن اللي موجود عندك. ده شكل الدياجرام زي ما قلت، لو انت بادئ بسي 1 هتطلع تسخن وتغلي لغايه ما يوصل لهنا، ده هيبقى الكومبوزيشن بتاع الفيبر، تعمل له كوندنسيشن ها هيبقى الكومبوزيشن بتاعه سي 2 في الليكويد فيس، وتطلع تعمل له بويلنج تاني هيغلي عند درجه حراره تي 2، ويبدا يبقى ليه كومبوزيشن دوت، تنزله هيبقى ليه كومبوزيشن سي 3 في الفيبر فيس، وتبدا تعمل تاني لغايه ما تحصل في النهايه على ايه على ال البيور بي كومبوننت اللي كان موجود في الميكشر ده. يبقى انت عملت سيبريشن وعملت ايه عملت بيوريفيكيشن للبي دوت من الميكشر اللي كان موجود عندي. طيب اكسرسايز، وعايزين نركز بقى في الاكسرسايز دوت، لان يعني ايه عايز اميز ما بين الكومبوزيشن بتاع الكومبوننتس ديت في الليكويد فيز والكومبوزيشن بتاعها في الفيبر فيز. فبيقول لي اف 1 مول من الاي از ماكسد ويز 2 مول من البي، the resulting mixture boils at 1 atmosphere كويس. طيب ال 1 atmosphere طبعا هم 760 طور كويس، هي وبما انه بيغلي عند ال 1 atmosphere يبقى التوتال فيبر بريشر بتاع الميكشر اللي كان ليه كومبوزيشن اللي قدامي دوت 1 مول من الاي و2 مول من البي الفيبر بريشر بتاعه عند البويلنج هيبقى بيساوي 1 atmosphere كويس. يعني هي وده معنى ان هو بيقول لك بيحصل له بويلنج ات 1 اتموسفير، ما هو امتى هيحصل له بويلنج؟ لما الفيبر بريشر بتاعه يتساوى مع الاكسترنال بريشر اللي هو ال 1 اتموسفير، فيبقى دوت التوتال بريشر اللي موجود عندي. بيقول لي ات اتمبريتشر ات ويتش ذا فيبر بريشر اوف بيور اي از 1140 تور، والفيبر بريشر بتاع البيور بي 570 تور. طيب هل ده ليه علاقه بالبويلنج بوينت اوف بيور اي اند بيور بي؟ ليس له علاقة، هو مدي لك الفيبر بريشر بتاع البيور ايه عند ال 1140 اللي هي عند 1140 طور اللي هي اعلى من ال 1 اتموسفير، اعلى بكتير قوي من ال 1 اتموسفير، يعني عند نفس درجة الحرارة اللي هو درجة الغليان اللي هي التمبريشر اللي هيغلي عندها الميكشر دوت، عند نفس التمبريشر ديت الفيبر بريشر بتاع الايه كان عالي جدا جدا جدا، اعلى من الوان اتموسفير، يعني غير يعني هو اصلا لو انت بتسخن كان هيغلي الايه دوت او كان هيغلي بدري جدا عند 760 تور كويس. لا ده هو يعني عمل كونتينيويشن وقعد يغلي لغايه ما الفيبر بريشر دوت ايه يعني كانه بيسخن، لو بيور ايه بيسخنه درجات حراره اعلى بكتير جدا من درجه الايه من درجة الغليان، كل الليكويد يتحول الى فيبر وبدا يسخن الفيبر كمان عندي. طيب الليكويد بي دوت ها بيقول لي ان درجة الحرارة اللي هيغلي عندها الميكشر اللي هنا ديت هتبقى هي نفس درجة الحرارة اللي الفيبر بريشر بتاع البيور بي كانت كام؟ كانت 570 ايه؟ 570 تور. 570 تور ده معناها ان هو يعني عند درجة الحرارة ديت البيور بي ما كانش بيغلي ولا حاجة، لكن كان ليه فيبر بريشر بيساوي 570 ايتور لانها اقل من ال 1 اتموسفير، هو مش هيغلي الا اذا وصل ل 1 اتموسفير، دوت عداها فهو في الجاز فيس، دوت ما عداهاش فهو في الليكويد ايه في الليكويد
في الليكويد فيز لا يزال موجود، ومع طبعا فيبر موجود في في الفيبر فيز. طيب السؤال بتاعي هو بيقول لي بيقول لي كالكوليت ذا كومبوزيشن اوف ذا فيبر، عايز هو مدي لك الكومبوزيشن بتاع الليكويد اللي هو 1 مول من الاي و2 مول من البي، عايز يعرف ان عند درجه الحراره اللي الميكشر دوت حصل له بويلنج عندها، ها عايز يعرف الكومبوزيشن بتاع الفيبر اللي موجود عند البويلنج دوت هيبقى شكله عامل ازاي. طبعا تتوقع انت قدامي هنا كده، ها مين اللي ليه هنا فيبر بريشر اعلى؟ اللي ليه فيبر بريشر اعلى اللي هو الاي، فديفينتلي هيبقى ليه ايه؟ هيبقى ليه لور بويلنج بوينت، كويس، وهيبقى الكومبوزيشن بتاع الاي دوت في الجاز فيس هيبقى اعلى من الكومبوزيشن بتاع البي في الجاز في الجاز فيس، كويس. فتتوقع كده لو انت كنت بادئ بالاي مثلا، الاي لو بصيت على المول فراكشن بتاعه هتلاقيه بيساوي ايه؟ هتلاقيه بيساوي 1/3، صح؟ 1/3 اللي هو التلت، تتوقع ان هو في في الفيبر فيس هيزيد عن التلت ده، يعني ممكن يوصل لنص مثلا. ها هنشوف كده بالايكويشنز ازاي نحل المساله دي. اول حاجه بيقول لي الميكشر دوت حصل له بوينينج ان وايت اتموسفير، يعني البي توتال بتاع السوليوشن دوت عند البويلنج كان بيساوي 1 اي 1 اس 3. ايديالي ات اني جيفن تمبرتشر البي توتال هيتساوي البي اي اللي هي البارشال سبميشن بتاع البارشال بريشرز اللي موجوده ايه اللي موجوده عنه. ده شبيه جدا بدالتونز لو اللي احنا كنا واخدينه بتاع الجاز فيز، ان لو التوتال فيبر بريشر للميكشر من الجاسس ها بيساوي السمشن بتاع البارشال بريشرز بتاعت ايه كل واحد السمشن بتاعهم يعني، كويس. طيب بيقول لي راؤول سلو بقى بيتكلم على ايه؟ راؤول سلو بيقول لي ان الفيبر بريشر بتاع اي كومبوننت في ميكشر من تو اور مور كومبوننتس يتناسب تناسب طردي مع المول فراكشن بتاع الكومبوننت دوت في السوليوشن، في الايه؟ في السوليوشن مش في الجاس فيز، في السوليوشن، ها، ويتناسب بنشيل عام تناسب ونحط الكونستنت اللي هو الايه اللي هو البارشال بريشر بتاع الايه او الفيبر بريشر بتاع البيور ايه الفيبر بريشر بتاع البيور ايه، كويس. ولو تفتكروا كنا بنقول لو الاكس ايه دي بتساوي واحد يعني ما عنديش الا الايه بس كده، ها هيبقى البارشال بريشر بتاع الايه دوت بيساوي ايه؟ بتساوي البريشر بتاع الفيبر بريشر بتاع البيور ايه نفس الكلام ده ينطبق على الكومبوننت الاخر اللي هو البي بي دوت هيساوي الاكس بي في البي بي نود، وحيث ان الاكس بي ديت هي المول فراكشن بتاع الكومبوننت بي في السوليوشن. شايف انا كاتب لك ايه في السوليوشن، كويس. طيب ايه المعلومات المتاحه بالنسبه لي هنا عشان اتعرف عليها؟ ها هو مدي لك الاكس ايه ديت في السوليوشن لان هو مديني مول نمبر اوف مولز بتاعت الايه والنمبر اوف مولز بتاعت البي، تقدر تحسب ببساطه الاكس ايه والاكس بي ديت، ومدي لك كمان الفيبر بريشر بتاع البيور ايه والفيبر بريشر بتاع البيور بي اللي هو عند نفس درجه الغليان ديت، مدي لك بتاع الايه بيساوي 1140 وبتاع البي بيساوي 570 طور. تقدر تحسب ايه؟ تقدر تحسب البارشال بريشر بتاع الايه ها والبارشال فيبر بريشر بتاع الايه بتاع البي. طب لو عرفتهم تقدر تجمعهم هما الاثنين فديفينتلي هيدوا لك البي توتال اللي هو بيساوي ايه؟ بيساوي ال1 اتموسفير، كويس. طيب اجي اطبق كده الكلام دوت، ها طبعا هنا بيأكد تاني ان الفيبر بريشر بتاع البيور ايه والبيور بي دوت، ها هو مدي لك الفاليو بتاعتهم ات ذا سيم تمبريتشر اللي حصل لها بويلنج للميكشر، لان لو ما ادالكش عند نفس درجه الغليان الغلى عنده الميكشر ده ما تقدرش تطبق القوانين اللي فاتت ديت، ها لانها كلها ايه مرتبطه ايه مرتبطه ببعضها، كويس. يبقى لازم يدي لك عند نفس درجه حراره او نفس درجه الغليان بتاعه الميكشر يدي لك الفيبر بريشر بتاع البيور ايه والفيبر بريشر بتاع البيور ايه البيور بي. طبق بقى الكلام ده بالايكويشن، ادي البي ايه بتساوي اكس اف بي ايه نوت والاكس ايه بتساوي 1/3 في ال 1140 فيطلع ب 380 ايه تور، يبقى ده البارشال بريشر بتاع الايه بتاع الايه البارشال فيبر بريشر بتاع الكومبوننت ايه في السوليوشن. طب والبي بي لو قسمت لو حسبته هو كمان هيطلع بيساوي 380 ده، وطبعا لو جمعت الاثنين دولت على بعض هيدي لك ال 1 اتموسفير اللي هو التوتال التوتال فيبر بريشر اللي هو ابوف ذا سوليوشن. طبعا يعني تتعجب ان الاكس اي كانت بتساوي تلت والاكس بي كانت بتساوي 2/3 ولكن الفيبر بريشر بتاع الاي كان بيساوي الفيبر بريشر بتاع البي،
ده معناها ايه؟ ده معناها ان الكومبوننت ايه دوت مور فولاتايل، مور فولاتايل، مور فولاتايل يعني الكومبوزيشن بتاعه في الجاز فيس هتوقع ان هو هيكون ايه اعلى منه في السوليوشن هو كمان. طيب دالتونز لو بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان الفيبر بريشر بتاع البيور ايه ده بتاع الايه دوت بتاع الايه الفيبر بريشر بتاع الايه اللي هو بيساوي 380 دوت هو كمان بيساوي الاكس ايه المول فراكشن بتاع الفيبر في البي توتال، في البي ايه يعني نسبته في البي توتال تعتمد على المول فراكشن بتاعه بس في الفيبر فيس. في الفيبر ايه خلي بالك عايز اميز قوي ما بين الاكس ايه ديت اللي هي في الفيبر والاكس ايه ديت اللي كانت موجوده فين في السوليوشن. دالتونز لو بيتكلم على علاقه البورشال بريشر بالتوتال بريشر، بالتوتال بريشر ان هو البي اي يتناسب مع ايه مع الاكس اي اللي هي المول فراكشن بتاعت الايه في الفيبر فيس كويس. ونفس الكلام طبعا للبي بي دوت هو كمان يساوي اكس بي في الفيبر في البي اي في البي توتال. من هنا اقدر ان انا احسب ايه احسب الاكس اي في الفيبر هتساوي البي 380 على البي توتال 67 يطلع بنص، والاكس بي هو كمان يطلع 380 على 67 بيساوي نص. يبقى زي ما توقعت ان المول فراكشن بتاع الايه بعد ما كان في السوليوشن بيساوي تولت اصبح في الفيبر بيساوي ايه بيساوي نص، ودوت نتيجه لايه نتيجه ان الكومبوننت ايه دوت از مور فولاتايل عن الكومبوننت ايه عن الكومبوننت بي. طبعا هيعمل كومباريزون هنا بالفاليوز اللي كانت موجوده في الاول، الاكس اي كانت بتولت او ب 33% والاكس بي كانت بتولتين او 67%. طبعا الاكس بي قلت هي كمان في الفيبر فيس بدل ما كانت ب 67% اصبحت بكام بنص نظرا لان هي ايه ليس فولاتايل عن الكومبوننت ايه كومبوننت ايه. طبعا نوع المسائل دوت يعني مهم جدا وايه يعتمد على ان انت فاهم الكومبوزيشنز دي كلها في الليكويد فيز وفي الايه وفي الفيبر في الفيبر فيز. طيب لو جينا نتكلم يعني سو فار كل الدياجرامز اللي احنا خدناها بتاعت البولينج بوينت كومبوزيشن او الفيبر بريشر كومبوزيشن دي كلها كانت بتتكلم عن الايديال سوليوشن. ده الشكل بتاعي، ده الكيرف ده ريبريزنتنج الليكويد بويلنج كيرف، واللاين اللي فوق دوت اللي هو بسميه الفيبر كومبوزيشن ايه كيرف، واللاينز دي كلها اللي هي الهورايزونتال ديت دي كلها بسميها ايه بسميها التاي لاينز، وتقدر تاخد منها كده وتحصل على الكومبوزيشنز بتاعت السوليوشنز اللي احنا ايه بنتكلم عليها. وطبعا ديفرنت بويلنج بوينتس بيزد على ايه على الديفرنت كومبوزيشنز بتاعت الميكشرز اللي موجوده ايه اللي موجود عندي كويس. ده الايديال، الايديال بيقول لاحظ ان البويلنج بوينت ديكريز انتل فينيشنج سيبريشن، يعني لو انت بادئ بكومبوزيشن اكس 1 هاخد الفيبر فيس واعمله كوندنسيشن وابدا اعمله تاني فتلاقي البويلنج بوينت يجرى لها 8L، واعمل تاني وتالت تطلع تي 3 يبقى البويلنج تقعد تقل معايا لغايه لما احصل على الديستليت يبقى ليه الكومبوزيشن اللي هو بتاع البيور ايه البيور ايه اللي موجود عندي في الكيس اللي قدامي ديت كده كويس. في الحاله ديت اكون انا عملت ايه خلصت الديستليشن اللي عندي او خلصت الفراكشنال ديستليشن وعملت السيبريشن كومبليت سيبريشن اللي موجود عندي كويس. بيقول لي طبعا في الحاله ديت الكيس ديت الايه هو المور فولاتايل. طبعا سؤال ممكن يجي يعني بص ايه كيرف ده يقول لك وده دي اللي هي البويلنج بتاعت الايه البويلنج اقل من البويلنج بتاعت البي ده هو كاتب لك هنا بيور بي. طبعا ده عكس الكيرف اللي احنا كنا واخدينه قبل كده ها مفيش مشكله انا ببص على كل كيس لوحدها ده بيور بي ودي البويلنج بوينت بتاعته اعلى من البويلنج بوينت بتاعت البيور ايه يبقى البيور ايه دوت او الايه دوت از مور فولاتايل عن الايه عن البي في الحاله دي. طيب يبقى في الايديال سوليوشنز لو انت بادئ في الفلاسك اللي موجوده عندي دي كان عندك الميكشرز ايفينشوالي في النهايه ها لو انت عندك بيور بي لو انت عندك ميكشر من الاي والبي وقلنا ان الاي مور فولاتايل زي السلايد اللي فاتت دي الاي مور فولاتايل يعني ايفينشوالي يو ويل اند اب ويز ايه ويز ا ديستليد اوف بيور اي اللي هو كان مور فولاتايل دوت ها هتنتهي في النهايه ان هو هيبقى ايه بيور اي ودوت هيبقى بيور بي. طبعا رسمه زي دي كده ممكن تجي لك في مالتيبل تشويس مثلا ويجي يقول لك هنا الديستليت اصبح بيور اي والافتر ديستليشن افضل بقى عندي هنا بيور بي كويس. ممكن يسالك سؤال بسيط جدا مين از مور فولاتايل الاي ولا البي؟ طبعا على طول تعرف ان الاي هو المور ايه المور فولاتايل.
بالنسبه للنون ايديال سوليوشنز اتكلمنا عنها ان هيتكلم عن الايزوتروبيك ميكشرز، ها ودوت الميكشرز اللي بيبقى عندها الكومبوزيشن بتاعها بيبقى فيكسد بالنسبه لي، تعمل بويلنج فيطلع الكومبوزيشن في الجاز فيس او في الفيبر فيس نفسه زي اللي كان موجود في السوليوشن فيس، وبيحصل ستوبنج كومبليت ستوبنج للايه للسوبريشن عند الايه عند الكومبوزيشن اللي موجود عندي دوت. بيقول لي ذا ميكشر اوف تو فولاتايل ليكويدز وذ ا سبيسيفيك كومبوزيشن which on boiling the vapor composition is exactly the same as the liquid. It has a constant boiling boiling point. ما بتغيرش بما ان الكومبوزيشن ما بتغيرش البويلنج هي كمان ما بتتغيرش. لاحظ ان دي برضو نقطه ثانيه ممكن في المالتيبل تشويس يعني يجي يقول لك ازوبيك ميكشر ممكن يبقى ليها variable boiling points مثلا ولا fixed boiling لا fixed او constant boiling boiling والديفيشن دوت عن الايدياليتي او النون ايديال سوليوشن ممكن يبقى في عندي بوزيتيف ديفيشن او ممكن يكون عندي نيجاتيف ديفيشن. هنشوف الكلام ده في الكيرف. مثال مثلا زي اللي موجود قدامي دوت كده الفيبر بريشر بتاعي بيزيد عن الايه عن الفيبر بريشر بتاع البيور وعن البيور بي، يعني الفيبر بريشر بتاع السوليوشن اللي هو من الاي والبي اكبر من الايه، وطبعا في الحاله ديت بيبقى في عندي سترونج اتراكشنز او انترموليكولار فورسز ما بين الايه الليكويد ايه وما بين الليكويد بي اللي موجودين عندي. يعني شوف الشكل دوت طالع بالشكل دوت اللي هو الايديال فيبر، ها لكن الاكشوال فيبر بريشر بتاعي بيبقى طالع بالشكل ده، الفيبر بريشر بيبقى اعلى من الايديال من الايديال فيبر بريشر. طيب في الحاله ديت ده مثال عليه اللي هو الميه والاثانول، زي ما قلنا هنا في عندي هنا 100% ووتر ودي البويلنج بوينت بتاعتها اللي هي 100، وعندي هنا 100% ايثانول وادي البويلنج بوينت بتاعتها اللي هي 78.5 و5 من 10. كويس تلاقي ان الشكل طالع بالشكل اللي قدامي ده الكومبوزيشن بتاع الليكويد كومبوزيشن وده الكومبوزيشن بتاع الفيبر طالع بالشكل اللي قدامي، والاثنين بيلتقوا عند النقطه ديت اللي هي الكومبوزيشن بتاعها هيبقى 95.6 ايثانول والباقي هيكون والباقي هيكون ميه. عند النقطه ديت تتوقف عمليه السيبريشن، تتوقف عمليه السيبريشن ولا تستطيع، يعني انت لو بادئ بكومبوزيشن بالشكل دوت هنا في النقطه ديت كده هيبدا يجي هنا ويقف يحصل له ستوبنج. طب لو بادئ من الناحيه دي ها هيتجه للناحيه دي برده كده ويجي هنا ويقف هنا برده، يعني النقطه ديت هتبقى هي النقطه الفاصله اللي يتوقف عندها الايه الديستليشن. سواء كنت بادئ بكومبوزيشن ها اقل اعلى منها في الايثانول او اقل منها في الايثانول، كويس الاثنين هيتجهوا في نفس الاتجاه ويقفوا عند الايه ويقفوا عند الكومبوزيشن بتاع الايه اللي هو الايزوتروبيك ميكشر دوت اللي هو هيبقى 95.6%. لذلك لو تفتكر في الاول قلنا ان ما تقدرش تعمل كومبليت سوبريشن للايثانول من ميكشر في ايثانول وميه باستخدام الفراكشن ديستليشن دوت اللي موجود، لان بيتكون عندي ايزوتروبيك ايزوتروبيك ميكشر. طيب البوزيتيف ديفيشن دوت هو المثال بتاع بتاع الايثانول والووتر، والحاله ديت اللي هي ان الفيبر بريشر بتاع السوليوشن اللي موجود عندي بيبقى اعلى من الفيبر بريشر بتاع بتاع البيور ليكويدز اللي موجود، وده الشكل بتاعها بس هو عاكس الشكل بدل ما كنا هناك حاطين هنا ال 95.4 نفس الشكل ده 95.6 اللي احنا كنا حاطينه هنا هو عكسه، بس بدل ما كان هنا ال 100% ايثانول هو حط هنا في الشكل اللي قدامي ال 100% ووتر الناحيه دي وعكس الشكل بالشكل دوت، وادي عندي النقطه اهي اللي عندها الايزوتروبيك ميكشر اتكون عندي. في الحاله ديت انا بسميها مينيمم بويلنج ايزوتروب، مينيمم بويلنج ايزوتروب دي اقل نقطه بيحصل عندها بويلنج للايزوتروبيك الايزوتروبيك ميكشر، والكومبوزيشن اللي موجود عندي دوت اللي هو 0.5 دوت تقريبا اللي هو بتاع الميه ها هو ده الكومبوزيشن بتاع الايه، يعني 95% تقريبا 95% ايثانول و5% تقريبا ميه، هو ده الكومبوزيشن بتاع بتاع الايزوتروبيك ايزوتروبيك ميكشر. يعني انت لو بادئ بكومبوزيشن اكس 1 هنا هيبدا يتحرك معايا كده اكس 2 اكس 3 ويستمر هكذا لغايه ما يوصل للكومبوزيشن دوت وعندها السيبريشن يبدا ان هو يقف معايا.
ده بسميه البوزيتيف ديفيشن، اللي فيه الفيبر بريشر بتاع الميكشر بيبقى اعلى من الفيبر بريشر بتاع الايه بتاع البيور ايه البيور ليكويدز، او اعلى من الاكسبكتد بايه براؤولتس لو، اعلى من الاكسبكتد بايه براؤولتس لو. في الحاله ديت بيبقى في عندي مينيمم بويلنج ازيوتروب، يبقى تربط انت ما بين البوزيتيف ديفيشن وما بين المينيمم بويلنج ازيوتروب. طبعا دوت في المالتيبل تشويس بيبقى سهل جدا، يعني اقول لك بوزيتيف ديفيشن ليه ماكسيمم بويلنج ازيوتروب، تقول لي ايه؟ تقول لي لا طبعا. كويس. ف الشكل بتاع الديستليشن هيبقى بشكل، لو انت بادئ بميكشر بالشكل دوت كده، عندي كان الميه وايثانول، ايفينشولي هتلاقي ان اللي انت بتحصل عليه في الديستليت دوت هيبقى الايزوتروبيك ميكشر، وهتبقى هنا ايه الووتر، هيبقى ايه الووتر هيبقى ريميند. يبقى انت بتفصل الايه الازيتروبيك ميكشر عندي هنا، لو انت خدته تاني وتعمل له ديستليشن تاني هيطلع بايه بنفس الكومبوزيشن، وهو الازيتروبيك ينزل تاني ايه ازيتروبيك ميكشر، وهكذا. لو خدته تاني ازيتروبيك يطلع في الفيبر ازيتروبيك وينزل في الديستليت ازيتروبيك. يبقى انت في النهايه فصلت الميه في الفلاسك وحصلت على الازيتروبيك ميكشر في الايه في الديستليت اللي موجود عندي. عكس الكلام دوت هيبقى في النيجاتيف ديفيشن، وهيبقى ليها الماكسيمم بويلنج ازيوتروب. في الحاله دي طبعا الفيبر بريشر بتاع الميكشر عندي هيبقى ايه، هيبقى لور عن الاكسبكتد براؤولتس لو، عن الاكسبكتد بالايديال راؤولتس لو. كويس. وفي الحاله ديت هيبقى في عندي ايه ازيوتروبيك ميكشر لماكسيمم بويلنج بوينت بالشكل اللي قدامي دوت. كويس. ودوت يعني مثلا عندي لك مثال للـ HCl والايه والمية، والـ HCl المول فراكشن بتاعه بيزيد في الاتجاه اللي موجود قدامي بالشكل اللي موجود حاليا. كويس. في الحالة ديت لو انت بادئ بميكشور مثلا اللي هو الـ X1 دوت، الـ X1 دوت ليه كومبوزيشن من الـ HCl. كويس. لو جيت ان انت هتبدا ان انت تعمل له بويلنج هيجي يدي لك اذر كومبوزيشن، هنا هيبقى ليه لور كونسنتريشن من الاتش اس ال وهاير كونسنتريشن من الايه من الميه. لو قعدت تسخن تاني بالشكل دوت كده هيبدا ان ايه تركيز الميه يبدا يزيد عندي، لكن في النهايه انت هتحصل على ايه، هيبقى الايزوتروبيك ميكشر دوت هيبقى موجود عندي فين، هيبقى موجود في الفلاسكه لسه لا يزال ايه موجود. يبقى تقدر تعمل سيبريشن للميه، لكن يبقى موجود عندي ايه الايزوتروبيك ميكشر لا يزال ايه لا يزال موجود. يعني الايزوتروبيك ميكشر هيبقى موجود في الفلاسك اللي موجوده عندي هنا، لكن الميه تقدر تعمل لها ايه، تعمل لها سيبريشن. دي الكيس اللي هي كانت على الجراف اللي فات دوت كده عندي. طيب تكمله بقى للديستليشن، نتكلم على الديستريبيوشن لو. الديستريبيوشن لو لو انت عندك ايونيك كومباوندز او ايونيك ماتيريال وبتبقى ميسبل مع تو ديفرنت ليكويدز، لكن الليكويدز دولت مع بعضيهم بيبقوا ايه، بيبقوا ميسبل مع بعضيهم التو ليكويدز دولت، زي مثلا ايه الميه مع الكلوروفورم مثلا. كويس. يبقوا ايه اما بيحصل سيبريشن، بيبقى يعني بواضح ان في يعني سيبريشن للفيسز بتاعتهم موجوده، عكس لما لو كانوا ايه مثلا بيبقوا الاثنين ايه مش باينين في قلب بعض، والاثنين بيبقى ايه صالب في قلب بعضهم. طيب الديستريبيوشن بتاع السوليوت بتوين تو نون ميسبل سولفنتس دوت بيحكموا الديستريبيوشن لو. لو انت عندك سوليوت معين، جيفن سوليوت صوديوم كلورايد مثلا او اي ملح مثلا، ها والملح دوت بيدوب في تو ليكويدز، لكن التو ليكويدز دولت بيبقوا يعني بارشلي ميسبل او بيبقوا ميسبل مع بعضيهم، فهيتوزع الالكترولايت ده او هيتوزع السوليوت اللي موجود دوت ما بين التو ليكويدز بريشيو معينه تعتمد على درجه الحراره وعلى النيتشر بتاعه السوليوت دوت في قلب المحاليل اللي موجوده، يا ترى هيحصل له مثلا اسوسيشن، هيحصل له ديسوسيشن وهكذا. فبيقول لي when a solid is taken up with two immiscible liquids in both of which the solid is soluble. بيقول لي the solid will distribute between the two liquids
in such a way that the ratio of its concentration in the two liquid phases is constant. يعني هيتوزع بحيث ان تركيزه او الريشيو بتاع التركيز بتاعه في التو ليكويدز دوت هيبقى كونستنت، والكونستنت دوت اللي هو بسميه الديستريبيوشن ايه؟ الديستريبيوشن كوفيشن، والكلام دوت بيبقى كونستنت ات ا جيفن ايه؟ تمبريتشر، بروفايدد ذا موليكيولار ستيت اوف ذا ديستريبيوت سولت از ذا سيم ان بوث ذا فيسز. لو كان الموليكيولار ستيت بتاعت السوليد دوت ها ذا سيم في الاثنين، يعني لا حصل له اسوسيشن ولا حصل له ديسوسيشن، فيبقى الكي بتساوي السي اي على السي بي. طيب ده طبعا هو بيحاول ان هو ايه يضيف هنا السوليد على تو اميسبل ليكويدز موجودين عندي، فبيتوزع ما بين الاي وما بين البي بالشكل دوت كده. بيقول لي الكي هو الديستريبيوشن كوفيشن، يعتمد على درجه الحراره وعلى النيتشر اوف ذا تو ليكويدز. بيقول this law holds for dilute solutions with no association or dissociation takes place. يعني association ممكن ال component C دوت ينزل هنا في الA مثلا فيحصل له association، يعني بدل كل two molecules او كل two molecules من C دوت يجمعوا مع بعض يحصل لهم association، يندمجوا مع بعض يتحدوا مع بعض، او ممكن ال one molecule يحصل له splitting يحصل يعني يحصل له dissociation، فهيعتمد على هل حصل association او dissociation وهكذا. في حالة الاسوسيشن بيقول لي ايه؟ when the solid associates to form double molecules in a solvent A، لو حصل اسوسيشن في الحالة ديت القانون مش هيبقى سي اي على سي بي بيساوي كي، لا هيبقى جذر سي اي على سي بي بيساوي الايه؟ بيساوي كي. يبقى الموليكيول اللي هيحصل له اسوسيشن هاخد الجذر بتاعه، لو اديني ايه؟ يعني كل تو موليكيولز يتحدوا يبقوا في one molecule كويس to form double molecules كويس in solvent A. في الحالة دي باخد الجذر بتاعه هنا. لو طب لو حصل dissociation باخد السكوير بتاعه، باخد السكوير A. يعني بيقول لي if the solid dissociates into two parts in solvent A only، هيبقى هي القانون بيساوي CA سكوير على CB بيساوي A بيساوي K. طبعا عندي يعني انواع كتير قوي من الاورجانيك سولفنتس اللي ممكن انها تستخدم في عمليه الايه؟ في عمليه الديستريبيوشن ديت، منها مثلا الايثر، البنزين، الكلوروفورم، الكربون تتراكلورايد. فبيقول لي دوت بتستخدم الاورجانيك سولفنتس ديت ان انت لو عايز تعمل اكستراكشن لاورجانيك ماتيريالز مثلا كانت موجوده في اكوس سوليوشنز يعني محلول مائي، فبتخلط المحلول المائي دوت مع اورجانيك سولفنتس من الموجوده ديت وتعمل شيكينج وتبدا تعمل سيبريشن، تسحب الماتيريال اللي هي اللي كانت موجوده ديت اللي هي الاورجانيك ماتيريالز، بتسحبها الى الاورجانيك ايه؟ الى الاورجانيك سولفنتس اللي موجوده عندي بعمليه الشيكينج وعمليه الديستريبيوشن اللي موجوده عندي. يعني كده يعني يعتبر ان احنا خلصنا الجزء المتوقع من السوليوشنز، ويعني القاكم على خير باذن الله تعالى في محاضرات اخرى، والى ان نلتقي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.